حبايب قلبي ازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وحشتوني جدا جدا. والنهاردة معانا فيديو كارثي، فيديو غريب وعجيب، فيديو للحجاج وهم راجعين في مطار بومدين. انا عمري ما شفت غرج ومرج في مطار في العالم زي ما شفت في الفيديو ده. هعرض عليكم الفيديو طبعا في اخر الحلقة، هنقول بس الاول كام خبر مهمين. لكن الحقيقة عمري ما شفت في حياتي منظر زي ده في مطار، والله ولا مطار إريتريا، مش مطار بقى القوى الضاربة والقوى العظمى، لا، ولا مطار إريتريا، ولا مطار كفرنشينو، ولا مطار كابالوتا، ولا مطار أي بلد في العالم، ولا مطار قرية حتى، ولا مطار أي حاجة. إنما اللي أنا شفته في الفيديو ده ما شفتوش قبل كده يا أخواتي، أقسم بالله. المهم نتكلم الأول على خبر رائع جدا، بيقول استمرار القصف المغربي وضربة مغربية جوية جديدة لمعاقل البوليساريو الإرهابيين. قصف مغربي لمعاقل البوليساريو، أفادت مصادر متطابقة أن ضربة أخرى جوية تلقتها جبهة البوليساريو عشية أمس الأربعاء. وفي أخبار عن مقتل المدعو خطري والدبرة، وهو أحد قادة جبهة البوليساريو الإرهابية. عشان الناس تعرف إنه مفيش فايدة من إنك تدعم عصابات وجماعات إرهابية، لأنه مهما كان ومهما حاولت تعمل مفيش جماعات إرهابية وشوية كلاب هيصمدوا أمام جنود المملكة المغربية الشريفة. وعموما من الغباء إنك تفتكر إنه جنود جماعة مسلحة هيقدروا على جنود بلد، لأنه جند البلد ده بيدافع عن تراب بلده وأرض بلده. إنما الجندي بتاع البوليساريو ده أنت مديله 4 جنيه ونص، ومديله فطار وجبنة بيضة، ومديله شوية أسلحة، وقلت له قتل في المغرب. فبالتالي هو ما عندوش عقيدة، فبالتالي كل يوم هياخدوا على قفاهم، وكل يوم أي حد بيعمل تكتلات أو ميليشيات عشان يعادي الدول ويعمل جماعات إرهابية وسخة حقيرة، في الآخر هيتضرب بالجزمة زي ما مصر ضربت الإرهابيين بالجزمة، كمان المغرب بتضرب الإرهابيين بالجزمة. وهو دي نهاية كل حد كلب فاكر نفسه إنه بالسلاح هيقدر يهدد أمننا الوطني وأمننا القومي. وعاش المغرب الغالي، وإن شاء الله باستمرار كل يوم قصف جديد لمعاقل البوليساريو عشان يتم القضاء عليهم تماما. فضربة جوية رائعة بالدرونز المغربية دمرت معقل جديد للبوليساريو. كمان طنجة بتشهد أول إنجاز، تشهد إنجاز أول محطة للطاقة الشمسية بالجهة، يكفي لـ 8000 أسرة. الحقيقة أنه إنجازات المغرب في مجال الطاقة وتصدير المغرب للطاقة في الفترة اللي فاتت دي كلمتكم عليه كتير، وهو مهم جدا لأنه تقدم مغربي رائع. لازم كلنا نعرف أنه في قيمة كبيرة لتقدم المغرب في مجال الطاقة، لأنه النهاردة أوروبا بتعاني من نقص في الطاقة، والحروب دي هتتسبب في أنه دول أوروبية كتير بتعاني من نقص في الطاقة. فأنت بالتالي النهاردة ليك الريادة، وريادتك دي هتزيد يوم بعد يوم، وريادتك دي هتعم على اقتصاد بلدك. الحقيقة بلاحظ أنه في ناس كتير بتحاول تتفه وتقلل من موضوع الطاقة ده ومن تقدم المغرب في مجال الطاقة، وده غلط جدا، لأنه مهم جدا يكون عندك الريادة في مجال الطاقة، وتكون بتصدر طاقة، وتكون بتصدر لدول عظمى زي بريطانيا كده وأسبانيا. والنهاردة المغرب هيصدر طاقة لدول عظمى كبيرة جدا، والدول دي بقت في حاجة إلى المغرب طول الوقت. الريادة جاية، وهنرجع تاني نبقى عندنا الريادة في المنطقة بتاعة أوروبا وأفريقيا دي كلها إن شاء الله. والحمد لله طول تاريخنا عندنا الريادة في أفريقيا سواء المغرب أو مصر، لكن هيبقى لنا ريادة كبيرة جدا في أوروبا. وافتكروا كلامي، المهم ندعم ونفرح بتقدم بلادنا خاصة في مجال الطاقة. كمان في تقرير على مجلة ترانسفير ماركت، المجلة اللي بتسوق للعيبة وبتبين قيمة اللعيبة التسويقية. المجلة دي الحقيقة نزلت تقرير عن أعلى المنتخبات الأفريقية من حيث القيمة التسويقية كأغلى منتخبات يعني. والمغرب زي ما انتم شايفين محتل المرتبة الثالثة، والبلد العربي الوحيد اللي موجود في الست دول. فين بقى عم حفيظ دراجي يا دراجة؟ القوة الضاربة حطها يا رياض، المنتخب العالمي، المنتخب الذي لم فين؟ لا با 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 فين 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 يا حفيظ؟ فين يا دراجة؟ فين ياللي بتفتكر ان انت ما تطلع تكذب وتسوق بشكل خاطئ لمنتخب بلدك بدل ما تقول الحقيقة، انه ده يعني بيزود من قيمة منتخب بلدك، وده غلط طبعا. القيمة التسويقية موجودة قدامنا، المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي موجود
في القائمة ويحتل المرتبة الثالثة. ما شفناش منتخب حطه يا رياض، ولا شفنا منتخب اللي ما فيش زيه، ولا شفنا منتخب النسور الخضر اللي مش عارف بيعملوا ايه وبيدوسوا على خلق الله ويكسبوا البرازيل واحسن فريق في العالم، مع ان هم ما تأهلوش لكاس العالم، وافضل فريق لافريقيا مع ان هم ما كانوش في نهائي كاس افريقيا، ده كانوا مصر والسنغال، وافضل فريق في كل حاجه مع ان هو ما فيش ولا حاجه خالص. هم لعبوا فتره كويسه وقلنا لهم كلنا ان انتوا كويسين، لكن الافوره ما كانش ليها لازمه مع حفيظ دراجي. هنيئا لمنتخب المغرب تصنيفه كواحد من اغلى المنتخبات الافريقيه اللي في العالم. ودلوقتي جه ميعاد الفيديو التاريخي، الفيديو اللي بتاع الحجاج اللي في مطار بومدين، اللي انا مش فاهم ازاي في فوضى كده في مطار، ازاي في فوضى كده في مطار، ما شفتش عمري المنظر ده ولا في اي دوله في العالم، والله لو جبنا دوله ما حد يعرفها ما هنلاقي المنظر ده ابدا. فانا هسيبكم مع الفيديو تشوفوه، وبعدين احط لكم اغنيه تراثنا كنز عشان اللي ما سمعهاش يسمعها، لاني عارف ان في ناس كتير لسه ما سمعتهاش. ففي نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، يلا نتفرج على فيديو مطار بومدين وبعد كده نسمع اغنيه تراثنا كنز، والسلام عليكم. فرعون مغربي بلاك مادي هنايا المغاربة راه بالجود معروفين، أولاد الخير وطيابهم بانين، بشلاد بط في العالم مشهورين، قول الحق واشرب اتاي بالنعناع. عيب عليك والله عيب يا سارق تراث المغرب، هاتشي ماشي غريب، هاتشو رمشات خسارة، صعيب عليك راح صعيب، واللي بحال جارك صعيب، واللي حاول لابد يخيب، حيت المغرب بلاد الحضارة. هادي بلاد ما بحالها بلاد، بلاد الايس من تاريخ ولا مجال، سالوا عليه طارق بن زياد، فارس هو من جبال الريف. هادي بلاد عادات وتقاليد، ماشي القدوم ماشي التقليد، وفي السرقة راه رمشيتو بعيد، بركة علينا من التحريم. المغاربة راه بالجود معروفين، أولاد الخير وطيابهم بانين، بشلاد بق في العالم مشهورين، قول الحق واشرب اتاي بالنعناع. المغاربة راه بالجود معروفين، أولاد الخير وطيابهم بانين، بشلاد بق في العالم مشهورين، قول الحق واشرب اتاي بالنعناع. عليك والله عيب يا سارق تراث المغرب، هاتشي ماشي غريب، هاتشو رمشات خسارة، صعيب عليك راح صعيب، واللي بحال جارك صعيب، واللي حاول لابد يخيب، حيت مغرب بلاد الحضارة. بلاد هما والشام والقطار، بلاد السلهام واللي بس الوان، والبارود والخيل والفرسان، تقول ديالك واش انت مجنون. هادي بلاد الصناعة التقليدية، بلاد الرياض والقصور البهية، بلاد الجوامع والصوامع العالية، بلاد كلها جمال كلها فنون. كل شي باين بلا ما تغمضوا العين، المغاربة على طرفهم حافظين، تهناو بلا ما تبقوا غير حاضين، تراثنا كنز ما يتشرى ما يتباع. كل شي باين بلا ما تغمضوا العين، المغاربة على طرفهم حافظين، تهناو بلا ما تبقوا غير حاضين، تراثنا كنز ما يتشرى ما يتباع، تراثنا كنز ما يتشرى ما يتباع.